السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم من جديد. عارفة أني اتأخرت كتير جدا، ما عدتش بنزل حاجات بقالي فترة، بس أنا حاليا دلوقتي في مصر ويعني شوية ظروف وكده، وإن شاء الله بإذن الله هبدأ أعمل فيديوهات مرة تانية. النهاردة راجع لكم بفيديو جديد شوية، برضو هو ريفيو كالعادة، بس النهاردة على ريفيو على الغسالة دي. الغسالة دي اللي هي وايت بوينت الإيطالي، تمام. الغسالة دي اللي هي 9 كيلو، طبعا الغسالة دي عند والدتي بقالها تقريبا حوالي 6 سنين، هي حلوة جدا. هبدأ معاكم اتكلم عن مواصفات الغسالة، اللي مهتم بيها يكمل معايا الفيديو ده للآخر، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا هو ده شكل الغسالة يا جماعة، ده شكل البودي بتاعها من بره. هنا عندها هي الباب بتاعها شفاف، هي والدتي بس اللي بتحب تسيب الكيس بتاعها عليها. فيها منفذين للمية، ده المنفذ السخن وده المنفذ البارد، ودايما خدمة العملاء بتنصح ان احنا ما نشغلش اللي هو المنفذ السخن. انا مش عارفة دي بصراحة، بس هي بيقولوا يعني ان ده بيأثر عمر الغسالة وكده. زي ما قلت لكم هنا في التعليمات بتاعة السلامة، زي ما انتوا شايفين كده، انه ما تحطيش ايدك وانتي وهي شغالة، وانه ما تحاوليش تقطعي فيها حاجة، او الطريقة كمان اللي هو ازاي نركب الخراطيم بتاعة المية. بعد كده هنروح هنا نلاقي الشاشة بتاعة الغسالة، هنا مؤشر الصابون، ودي ميزة في اللي هي الغسالة 9 كيلو، هي هنا فيها مؤشر للصابون زي ما انتوا شايفين. وبعدين نيجي على الشاشة الرئيسية، الشاشة الليد الرئيسية، دي برامج اللي هي التشغيل، مع برامج التشغيل هنا هتلاقوا في برامج التأخير، هتلاقوا في برامج التأخير يا جماعة. انا بس عايزة اوجبها لكم تكون كويسة، دقة التصوير تكون كويسة. هنا عندنا يا جماعة اول حاجة مستوى المية، انتي تقدري تحددي مستوى المية من هنا، وتقدري تأخري التشغيل، معاكي امكانية تأخير التشغيل. وهنا كمان درجة حرارة المية، انا بفضل دايما اغسل على البارد، ما بحبش اغسل على سخن او على دافي. هنا البروجرام هي ميزتها انها تقريبا فيها حوالي زي ما قلت لكم فيها حوالي تقريبا 10 برامج، ودي حاجة حلوة جدا. مثلا عندكم فيها برامج طويلة وفيها برامج قليلة جدا في الوقت، زي برنامج مثلا اللي هو عنده كلمة غسيل، وبرنامج سريع. سريع ده تقريبا بيقعد معاكي حوالي 22 او 20 دقيقة. البرنامج اللي هو مكتوب عليه كده غسيل، ده تقريبا بيقعد حوالي 17 دقيقة. النقع لو انت عندك هدوم بيضة فانت بتحطيها، العادي ده بيقعد معاكي تقريبا حوالي 47 او 45 دقيقة. المكثف تقريبا بيقعد حوالي ساعة وربع يغسل. فدول افضل البرامج اللي انا بستخدمها. احلى حاجة بقى فيها ايه بنات؟ الناس اللي بتستخدم المسحوق العادي هتلاقي ان هي فيها حاجة اسمها مانع الرغوة، شايفين ده تقدري تضغطي عليه وتغسلي عادي، اللي هو يديكي المسحوق، ما يخليش المسحوق يرغي او يعمل رغوة على الجوانب بعد العصر او كده، تمام. هنا ده مسحوق التجفيف، ده بس المسؤول عن التجفيف، وده في واحد مسؤول عن العصر. فبصراحة كل برامجها حلوة جدا، تمام. هنا بقى نيجي مسحوق ده اللي هو البدء، انت لما تظبطي الدنيا تقدري تضغطي عليه تبدأي، وتقدري تضغطي عليه وتوقفي لو عايزة تضيفي اي غسيل. ده بالنسبة للشاشة، برضو اني اصورها لكم وهي شغالة اهي. بنات بصوا اهي، ده العادي زي ما قلت لكم بيديكي 46 دقيقة. تقدري تبدلي هنا بين البرامج، ده المكثف، ده اللي هو المتبع، ده اكبر واحد تقريبا اتوقع، ده الرقيق لما بيكون عندك حاجة فيها ستنات او حاجة خايفة عليها تتقطع، ده السريع لما بتكوني مستعجلة 23 دقيقة. النقع هو اعلى حاجة، الابيض والحاجة شديدة الاتساخ. الغسيل ده بيديكي 17 دقيقة بس. هنا بقى العصر اللي بيديكي 8 دقايق، ومانع الرغوة بيديكي 46 دقيقة. وكمان عندك التجفيف الهوائي لو انت مثلا جوه شتاء او حاجة وحابة انك تجففي الهدوم بشكل اكبر. هنا تقدري انك تعملي تأخير التشغيل وتقدري تدوسي براحتك. هنا مستوى المية، ده احنا طول ما في تأخير مش هتقدري تظبطي مستوى المية، تمام. هنا احنا ممكن ان احنا نطفي مثلا، انا عاوزة اوريكم هنا، شايفين بقى مستوى المية والصابون اهو. هنا انت بتقدري تتحكمي في مستوى المية بتاعك،
ماشي، وتقدري تتحكمي فيه اذا كان سخن ولا ساقع، لان هو كل برنامج بيبقى ظابط معاه. يعني في برامج بتبقى ظابط معاها ان هي بارد على طول تلقائي او سخن تلقائي او دافي، وانت تقدري تظبطي مستوى الميه زي ما انت عاوزه. تمام. بادي الغساله يا جماعه من البلاستيك، يعني من البلاستيك المقوى. تمام. الغساله زي ما انتم شايفين هي بتاخد كميه كويسه جدا من الغسيل، فيها من هنا الرشاشات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، وقوه الدفع اللي من الاسفل للاعلى، وكمان فيها 3 رشاشات جانبيين. هنا من عند هنا اللي هو الغسيل، هو بتاع المسحوق يعني. تمام. تقدري تفكيه وتقدري تغسليه لوحده. هو مش يعني عيب وميزة في نفس الوقت، ان هو بيبقى صعب شوية في انك تخرجيه، فحتى لو طفل حاول يعني يلخبط في الغسالة او اي حاجة، لو فتح الباب مش هيقدر ان هو يفتح ده بسهولة. تمام. بتنظف الغسيل ولا لا؟ بتنظف الغسيل كويس جدا. انا من وجهة نظري انا نفسي غسلت فيها واستخدمتها، فكانت كويسة جدا جدا بالنسبة لي، ما كانش في منها اي مشاكل خالص، وكمان والدتي بتشكر فيها جدا. فانا زي ما قلت لكم ان هي تقريبا استخدام بقالها 6 سنين. هي ما فيهاش حاجة يعني بالنسبة لي انا، على حسب ما انا شفت بعد كده اللي هي البطاقة اللي كانت جاية معاها. البطاقة يا جماعة مش مبينة ان هي فيها انفرتر، هي مش انفرتر تقريبا، يعني هي مش موفرة للكهرباء بشكل كبير قوي زي الغسالات المعتادة حاليا. بالنسبة لمقاساتها فهي طولها 92 سنتي، وعرضها اللي هي ده كله ده 51 سنتي، والعمق ده 53 سنتي. ده كان بالنسبة على حسب ما انا مستخدمة الغسالة عندي هنا عند والدتي. هي حلوة جدا جدا، انا انصح اي واحدة حابة انها تجيبها جيبيها، وتمام مفيش مشاكل. كمان اختاري نوع اللي هو المسحوق اللي انت هتستخدميه، وكمان برضو استخدمي معاها المعطر، هيفرق معاكي قوي. استخدمي برسيل جل لو انت حابه الحاجه اللي هي الفوق اوتوماتيك. حابه بقى الحاجات الموفره تقدري تجيبي بونكس. بونكس حلو جدا برضو، انا كنت بستخدمه لفتره طويله قوي، بس جميل وبينظف فعلا. ده بالنسبه للريفيو ده عن الغساله. اذا في اي حاجه بنات قولولي. خدمه من بعد البيع بالنسبه لي ممتازه جدا. كان حصل فيها كان نزل عليها من فوق، عشان احنا فوقها السخان، فنزل نقط ميه كده عليها، فتقريبا نزلت على الحساس بتاع الباب فوقفت العصر. مامتي تواصلت مع خدمه العملاء، ادوها ميعاد وجم في ميعادهم بالظبط بصراحه، وما خدوش يعني ما كانش المبلغ كبير، كان تقريبا 110 جنيه وما كانش الموضوع مستاهل يعني، بس هو كان اخد 110 جنيه عادي، دي الصيانه. فبصراحه انا عجبتني جدا صيانتهم، ملتزمين في مواعيدهم وبيردوا على طول على يعني العملاء. ده بنات كان كل حاجة عن ريفيو النهاردة، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم منه ولو بحاجة بسيطة خالص. اي كومنت او اي استفسار اكتبولي تحت في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريبا. مع السلامة.